طيب قواعد الوحدة الثانية le club des gourmands نادي الشريهين او الاكولين الناس اللي تحب تاكل كتير. اول حاجة هنتعرض لها النهاردة هي مجموعة من الصفات والظروف وحروف الجر والتعبيرات. طيب زي مين؟ اول كلمة معانا هي artisanal. artisanal ايه artisanal؟ يعني يدوي. دي تطلق على اي حاجة صناعة يدوية اسمها artisanal. طيب بعد كده كلمة سكري. سكري يعني مسكر. سالي. سالي يعني مملح. لو تفتكر كلمة باتون سالي. باتون سالي اللي هي العصيان المملحة اللي هو قصده بيها ايه؟ اللي هي قصده بيها البقسماط. الباتون سالي هو البقسماط. طيب كلمة تاني هي كوبي. كوبي يعني مقطوع او مقطع. ولما نحط لها ايه تأنيث تبقى مقطعة. عندنا افوار فام يشعر بالجوع. افوار سواف يشعر بالعطش. كلمة مهمة جدا هي je voudrais. je voudrais. je voudrais يعني اريد او اود. ودي تستخدم للطلب بتأدب. pas du tout. pas du tout اطلاقا. لاحظ كلمة du 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 ممكن يجي لك اختيارات pas نقط tout وتختار du du او du او مثلا ds. دايما بتختار اللي هي du اللي هي du. الجزئية اللي بعد كده عندنا هي مراجعة القواعد أدوات التجزئة. أدوات تاني حاجة هندرسها مع بعض هي أدوات التجزئة. طالما إحنا بنتكلم عن الأكل وعن الشرب فدايما بنتكلم بكلمة بعض من. أي أكل وأي شرب لازم يكون مسبوق بكلمة بعض من. بعض من في اللغة الإنجليزية اللي هي some أو some of أو a little of أو الكلمات اللي زي كده في اللغة الإنجليزية. عندنا إيه في اللغة الفرنسية؟ عندنا دول دو ودو لا ودو إلا بوستخوف ودي. معروف هنستخدم كل أداة من أدوات التجزئة دي على حسب نوع الأكل أو نوع الشرب اللي احنا بنتكلم عنه. لو الأكل مفرد مذكر بنختار معاه كلمة دو. فمثلا أقول جو مانج دو فروماج يعني أنا أكل بعض من الجبن. طبعا انا استخدمت دي يو او دو علشان فروماج مفرد مذكر. طب دو لا جو مانج دو لا كونفيتور. ايه كونفيتور؟ دي مربى. انا اكل بعض من المربى. المربى هنا مفرد مؤنث عشان كده اخترت معاها بعض من المفرد المؤنث اللي زيها اللي هي دو لا. طيب بعد كده جو بوا دو لو. جو بوا دو لو ايه دو لو؟ دي بعض من الماء. سم ووتر يعني. جو بوا دو لو انا اشرب بعض من الماء. هنا الماء بتبدا بحرف متحرك عشان كده اخترت معاها دو الا ابوستروف. بعد كده جو مانج دي بات. جو مانج دي بات ايه بات؟ دي المعجنات او المكرونه. طيب جو مانج دي بات. البات هنا جمع عشان كده اخترت معاها بعض من اللي هي الجمع اللي هي دي اس. طيب بيقول لك هناك افعال تستخدم بعدها مباشره ادوات التجزئه. الافعال دي نستخدم بعديها على طول أدوات التجزئة. فمثلا أقول متخ يأتي بعدها أدوات التجزئة. فوندر يأتي بعدها أدوات التجزئة. فير برضو يأتي بعدها أدوات التجزئة. بوار يشرب. إكوتي. بخوندر يتناول. أشتي يشتري. فولوار يريد. مانجي يأكل. وإليا يعني يوجد. كل الأفعال وكل الكلمات دي يأتي بعدها أدوات التجزئة. ناخد مثال je mange du poisson. أنا أكل بعض من السمك. أنا أكل بعض من السمك. أو j'écoute de la musique. j'écoute أنا أسمع إيه؟ مش أسمع الموسيقى، أنا أسمع بعض من الموسيقى. لو لازم نترجم ترجمة حرفية علشان نكتب صح je mange sorry j'écoute de la ميوزيك. الملحوظة اللي بعد كده نسبق المأكولات والمشروبات بأداة معرفة عند وجود الأفعال الآتية. أفعال الرغبة. أفعال الرغبة إيمي بريفيري أدوري ديتستي. إيمي يحب بريفيري يفضل أدوري يعشق ديتستي يكره. بعد هذه الأفعال يأتي إيه؟ يأتي أدوات المعرفة مش أدوات التجزئة. ناخد مثال جيم لو كافي بحب القهوة. هنا قهوة بصفة عامة عشان كده خدت معاها أداة التعريفة. أنا مش بحب بعض من القهوة، أنا بحب القهوة بصفة عامة عشان كده خدت معاها أداة تعريف جيم لو كافي. مثال تاني إل بريفير لا فياند. هي تفضل مين؟ اللحمة الجريي. هي تفضل اللحمة المشوية. طيب
الملحوظة اللي بعد كده، بنستخدم أدوات التجزئة عند الحديث عن النشاط الرياضي باستخدام فاعل. خلي بالكم الفعل فاعل والنشاط الرياضي خدناه في الوحدة الأولى الدرس الأول، وهنا في الوحدة الثانية بيتكرر معانا. يبقى احنا بنستخدم أدوات التجزئة مع الفعل فاعل لما أكون بتكلم عن نشاط أو لما أكون بمارس رياضة معينة. مثال: Je fais du tennis، أنا أمارس التنس، أو je fais de la boxe، بمارس البوكس، أو je fais de l'équitation، بمارس ركوب الخيل أو الفروسية، أو je fais des courses، بمارس سباق الجري. نعيد تاني، إن بعد الفعل فاير يأتي أدوات التجزئة وحسب النشاط وحسب الرياضة. لو النشاط أو الرياضة مذكر بناخد ديو، لو النشاط أو الرياضة مؤنث بناخد دو لا، لو النشاط أو الرياضة بيبدأ بحرف متحرك بناخد دي الابوستروف، لو النشاط أو الرياضة جمع بناخد دي أو إس. نستخدم أدوات التجزئة برضو عند الحديث عن الطقس، عند الحديث عن الطقس باستخدام التعبير إليا. إليا يوجد، وبعد يوجد يأتي أدوات التجزئة. ناخد مثال: Aujourd'hui il y a du soleil، يوجد بعض من الشمس. ما ينفعش أقول يوجد شمس، يوجد بعض من الشمس. حتى لو استغربت من الترجمة، ولكن هما بيتكلموا كده، مش شرط إن العربي يكون مطابق للغة الفرنسية في كل حاجة. طيب ممكن تقول تاني: Il y a de la pluie، يوجد بعض من المطر. Il y a de l'orage، بعض من العواصف أو بعض من العاصفة. Il y a des neiges، يوجد بعض من الثلوج. طيب برضو بنستخدم أدوات التجزئة عند الحديث عن الأمراض باستخدام التعبير avoir. avoir يعني عنده أو يمتلك. فلما بقول أنا عندي أنفلونزا أو أنا عندي برد، عندي كحة، دايما بكون مسبوق، بيكون المرض ده مسبوق بأداة التجزئة. ناخد مثال: جي دو روم، جي دو روم، إيه روم دي؟ اللي هو الزكام، عندي بعض من الزكام. أو جي دو لا غريب، جي دو لا غريب، عندي بعض من الأنفلونزا. الغريب اللي هي الأنفلونزا. بتتحول أدوات التجزئة، تمام، اللي هم دول لو دي ودو لا ودي الابوستروف ودي الى دي او دي او او دي ابوستروف في الحالات التاليه عند النفي الكلي. خلي بالكم عند النفي الكلي بنحول ادوات التجزئه الى دو او دي ابوستروف. ناخد مثال: تو مانج دو لا سالاد، انت بتاكل بعض من السلطه؟ هتقول لا انا ما باكلش سلطه، جو نو مانج با دو سالاد، انا ما باكلش سلطه. طب اليا دي نيج على مونتانيا، يوجد ثلوج في الجبل؟ هتقول لي لا، لا يوجد ثلج او لا يوجد ثلوج في الجبل. نو il n'y a pas de neige à la montagne. مثال كمان: tu fais du foot، بتمارس لعبة كرة القدم؟ نو je ne fais pas de foot. تمام. طيب برضو امام الصفة الجمع بنستخدم مين؟ بنستخدم دو اللي هي دي اي. أمام الصفة الجمع بنستخدم دو اللي هي دو إي. مثال: ma mère prépare de bonne soupe، ma mère prépare de bonne soupe، يعني والدتي تعد شرب جيدة، جمع شوربة. طيب إيه الفكرة هنا؟ إحنا متعودين إن لما يكون في اسم جمع بنحط معاه دي إي إس، فلما بنحط قبل هذا الاسم صفة جمع مش بنحط دي إي إس، بنحط دي إي بس. تمام. يعني لا تخيل كده، لو من غير بون فتبقى دي سوب، دي دي اس. طب حطينا بون اللي هي صفه جمع، بنحط على طول قبلها دي او، ما بنحطش دي او اس. طيب بنقول كمان: اذا سبق ظرف كميه محدد او غير محدد. الدي او دايما جايه معانا في اظرف الكميه بعد ظرف الكميه على طول. بو وبوكو، نقول الترجمات بسرعه: بو قليلا، بوكو كثيرا، اسي ما يكفي، كومبيان اللي هي كم، ترو كثيرا، ان غروند نومبر يعني رقم او عدد كبير. كل الكلمات اللي قلناها دي ياتي بعدها دو. ناخد مثال: Je bois beaucoup de soda، je bois beaucoup de soda، انا باخد او بشرب كثير من الصودا. هنا كلمه صودا حتى لو هي جمع برضو انا بستخدم دي او، الدي او ما بتتغيرش بعد اظرف الكميه. ينفع تبقى دي ابوستروف بس ما تبقاش جمع. ناخد مثال تاني: Il achète
un grand nombre de livres. هو بيشتري عدد كبير من الكتب. هنلاحظ ان كلمه ليفر جمع، ولكن الـ دي ما اتغيرتش لانها جايه تبع الظرف الكمي اللي هو اسمه ان غراند نومبر، عدد كبير.